نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. أهلا بسينة وأهلا بكم. نبدأ بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحديث منظومة الخبز. عشية مؤتمر برلين الثاني، شكري يؤكد ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسحب جميع القوات الأجنبية. المجموعة الاقتصادية برئاسة مدبولي تبحث الخطة المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات. وفي نشرتنا الاقتصادية نتابع: المالية تصدر قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. والتفاصيل بدايتها حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي. كما وجه الرئيس السيسي بتطوير وميكانة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية بالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري وبما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية. ووجه الرئيس بانتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع وبسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز خطوات تحديث منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية. وجه الرئيس السيسي مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف وذات فترات سماح ميسرة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستخدام الأمثل لحزم التمويل وحوكمة إدارتها لتعظيم الاستفادة منها. كما أكد الرئيس أهمية إيلاء مهمية متزايدة لتوطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري فضلا عن تعزيز التمويل الموجه لمشروعات تغير المناخ والبيئة. وقد عرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من عام 2021 إلى 2027. كما تم عرض لجهود الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري. يشارك وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا والمقرر غدا تلبية لدعوة من نظيره الألماني والسكرتير العام للأمم المتحدة. وسيلقي شكري كلمة خلال المؤتمر يؤكد خلالها موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل. كما سيؤكد شكري في كلماته مساندة جهود تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة فضلا عن أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر المقبل.
في هذه الأثناء قالت الأمم المتحدة إن مؤتمر برلين 2 سيناقش معضلات تنفيذ خريطة الطريق السياسية في ليبيا، كذلك مسألة الانتخابات. وذكرت أن المؤتمر يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية منذ مؤتمر برلين 1 حول ليبيا والذي عقد مطلع العام الماضي. يأتي هذا بينما أعلنت واشنطن أنها تجري محادثات مع أطراف مهمة، وتهدف المحادثات إلى دفع بعض المرتزقة والمسلحين الأجانب للرحيل من ليبيا قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر. عبر الهاتف ينضم إلي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، سعداء بوجودك معنا في نشرة الثامنة سعادة السفير. أهلا بك سعادة لي. بداية كيف ترى يعني أهمية مؤتمر برلين 2 اللي حيكون غدا بالتحديد، خلينا نقول في دعم خارطة الطريق السياسية في ليبيا؟ ونسأل الله الهداية والهدى لأشقائنا في ليبيا، فرقاء مختلفين يعني مصابين بداء إفريقي منتشر نحن كمصريين قلما نلتفت إليه، لأن إذا كنت حضرتك من الأسكندرية وأنا من أسوان ففي النهاية كل منا يعتز لأنه مصري. في إفريقيا القبلية أحيانا تتفوق على الوطنية، ثم تكون الكارثة الأكبر أن كل طرف يلجأ لطرف أجنبي، وبالتالي عندما نحاول إيجاد حل لا يكون الحل وطنيا وإنما كل طرف سيعتمد على الطرف الذي يسانده بالتأكيد، ويحبس نوع من التدوير للقضية ليس في صالح الوطن أبدا. هذا ما نحاول أن ننقله إلى إخواننا في ليبيا، وليبيا طبعا في من ناحية أخرى خط دفاع قومي عن مصر بل عن الأمة العربية، لأنها دولة مهمة من أكبر البلدان العربية مساحة، بلد ليس بفقير لأنه يتمتع بثروة بترولية، ولا هذا إيجابي من حيث الثروة وسلبي من حيث الأطماع. نحن نرى مرتزقة يعني ينقلون بكثافة بعشرات الألاف إلى ليبيا للانضمام إلى طرف أو آخر، ثم أطماع أخرى من دول في المنطقة في الثروة الليبية. كل هذا نحاول أن نتخطاه وأن نعود إلى صندوق الانتخابات كما سبق الاتفاق عليه في برلين 1 والمشاورات التي دخلت فيها مصر كطرف يستطيع أنه على علاقة طيبة بكل الأطراف الليبية، أن نعود لصندوق الانتخابات ونجري انتخابات إن شاء الله في نهاية العام ونقبل بالنتيجة ونحترمها، وبهذا يخرج الكل كاسبا من رفع قيمة الوطنية والتخلي عن فكرة القبلية وتقسيم البلد إلى قبائل. طبعا وسيادة السفير، وبعد سنوات حكم القذافي يعني أيضا بتصور أنه التوزيع العادل للثروة على كل الفئات الشعب وكل العناصر وانه يكون تمثيل سياسي للجميع، ده ممكن يساعد جدا على الاستقرار. هذا صحيح، لان يعني اذكر واقع في عهد الرئيس السابق القذافي لما الرئيس مبارك استضاف احد كبار الاقتصاديين الالمان، فالقذافي استضافه ايضا وقال له ماذا تنصحني أن أفعل؟ قال له لا تفعل أي شيء في ليبيا غير عدالة التوزيع، لأن ليبيا الحقيقة يعني لديها أكثر مما نتصور من المال، بترول بكثافة أعطاه الله لهذا الشعب. نعم حضرتك ذكرت طبعا سيادة السفير، أنا أسفة على المقاطعة، هيك يعني من مقدمة كلامك اتكلمت عن الدور المصري الداعم لاستقرار ليبيا، لكن في رأيك ما الذي يعرقل انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
رغم انه في تصريحات معلنة من غالبية الاطراف الفاعلة داخل ليبيا وايضا خارجها بتأكد ضرورة انسحاب هذه القوات، وتبدو الصورة وردية اليس كذلك؟ وردية مع التحفظ ان كما تفضلت هناك من ليس له صالح في ليبيا الموحدة، حتى هم هؤلاء الطامعون في الثروة، الطرف الأجنبي الطامع في ليبيا لكي تعطي له موطئ قدم في الشرق المتوسط وليس له هذا الحق، ويدعون أنهم معهم اتفاقية مع الحكومة المعترف بها، ثم يريدون استخدام هذا بالبقاء في شرق المتوسط وتقاسم الثروة الاقتصادية في شرق المتوسط، لأن حدث جديد وهو اكتشافات الغاز التي تتفق مصر واليونان وقبرص وسبعة دول في إجمالها على إنشاء منتدى شرق المتوسط للغاز مقر القاهرة، هناك دولة مستبعدة وتريد هذه الدولة أن تحلم أحلاما إمبراطورية، بل يقولون أن تركيا أن ليبيا كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية. نعم سيادة السفير، ختاما نعم. بحكمتك الدبلوماسية، إيه الروشتة في كلمتين وبس التي تسر بها إلى إخواتنا الليبيين؟ كلمة واحدة، الحوار الوطني، الحوار الوطني، الحوار الوطني، لا سبيل آخر غير مواصلة الحوار، لأن ليست ليبيا بدولة فقيرة، ليست ليبيا تنقصها العقلاء والمتعلمين وقادة الفكر، دولة تستطيع فعلا أن تصبح من الدول الرئيسية في المنطقة، فقط أن تعود إلى رأي الجماهير، ديمقراطية يتناول فيها الرأي وفق ما تختار الجماهير وتنتخب، ويخرج الكل كاسبا دون أن ينفرد أحد بالسلطة. سيادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معي هاتفيا، فشكرا جزيلا لك. نعود نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه رئيسه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية ولتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبية الاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. جاء هذا خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ومع وزير التموين، خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزيرة التعاون الدولي، وجه رئيس السيسي بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف وذات فترات سماح ميسرة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وذلك بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لتلك الحزم التمويلية وحوكمة إدارتها تعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري، فضلا عن تعزيز التمويل الموجه لمشروعات تغير المناخ والبيئة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتورة رانيا المشاط استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصة ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجاري التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول استراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي
الحزبي والتي ستتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية 2030. كما تم عرض جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، والذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار في رأس المال البشري في المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية في مختلف المحافظات. وقامت السيدة وزيرة التعاون الدولي كذلك بعرض أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً. كما أشارت السيدة وزيرة التعاون الدولي إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي الإنمائي بمشاركة كافة الجهات الدولية والوطنية المعنية من صانع السياسات والاقتصاديين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات البحوث، حيث يهدف المنتدى إلى ترسيخ الدور الفاعل لمصر على المستويين الدولي والإقليمي من خلال مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة أهم القضايا التنموية المطروحة على الساحة الدولية مع بحث متطلبات التنمية الشاملة للدول ذات الاقتصادات الناشئة وإلقاء الضوء من خلال آليات التعاون والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم 29 من يونيو الجاري وبالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية بإطلاق كتاب دولي حول أبرز محاور التجربة المصرية في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حاليا وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التموين عرض في هذا الإطار الموقف بالنسبة لمخزون محصول القمح، موضحا أنه من المتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في الإنتاج المحلي في ضوء ما تم من إضافة لرقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية كمشروعات توشكا وشرق العوينات ودلتا مصر. كما عرض الدكتور علي المصلحي خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت بشكل متكامل من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلي وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.
كما تم استعراض جهود وزارة التموين لتعميم خطتها لرفع كفاءة المخابز على مستوى الجمهورية، وكذلك تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار كطاقة نظيفة واقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الجهات المختصة بالدولة. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الفاقد وضمان الصحة الغذائية، أخذا في الاعتبار أن هذا المشروع الحيوي يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين. بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري الذي يزور جنوب السودان حاليا، بحث مع رياك مشار النائب الاول لرئيس جنوب السودان ومنوى بيتر وزير الموارد المائيه والري سير العمل في المشروعات التنمويه المشتركه بمجال الموارد المائيه والاتفاق على الخطوات المستقبليه لتنفيذ العديد من المشروعات التنمويه المقترحه في مجالات عده تهدف جميعها للارتقاء بالمستوى المعيشي لأشقائنا في جنوب السودان. وخلال هذا اللقاء أكد وزير الري أن مصر تنفذ مشروعات على الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الإفريقية، وأن المشروعات المنفذة بجنوب السودان تهدف إلى خدمة المواطنين، موضحا أنه قد تم مناقشة تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة 100 إجراء ضمن الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية. خلال الاجتماع أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود نحو توطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل. كما بحثت المجموعة الوزارية الاقتصادية وضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي المرتفع والمكون التكنولوجي المحلي. كما التقى رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين بحضور زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. ولفت دكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل. وشدد رئيس الوزراء على أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري من أهم المشروعات الجاري تنفيذها، ويستهدف تغيير نمط وجودة حياة نحو 60% من الشعب المصري بجميع القرى وتوابعها من خلال إحداث عمليات شاملة لها. كما دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال استمرار التحرك على الأرض في دوائرهم. أيضا خلال اللقاء استمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات القومية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وذلك في إطار تفعيل وتعزيز مسارة التعاون ما بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. نعم، وزير الدفاع أكد حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي في كل القضايا التي تمس عملها بما يدعم ركائز الأمن القومي. لنتابع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك في إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع
فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي. تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة. وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة. من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره في ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية التي أسفرت عن استعادة مصر لدورها الرائد في المنطقة. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. حمدوك يطرح مبادرة وطنية لمواجهة الأزمات السياسية في السودان. غزة تستأنف تصدير حاصلاتها الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم. أهلا بكم من جديد. طرح رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مبادرة لحل الأزمة في السودان، وصفها بأنها أزمة سياسية بامتياز. وحذر حمدوك من الخلافات داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفا ذلك بأنه أمر مقلق جدا، داعيا إلى تضييق مساحة الخلافات بين المدنيين والعسكريين. وأشار حمدوك إلى انقسام وسط تحالف الحرية والتغيير، وأضاف أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين فريدة لكنها لم تعد تمضي في المسار الصحيح. وتهدف المبادرة إلى توحيد القوى السياسية التي تقود المرحلة الانتقالية والدفع نحو إصلاح المؤسسات العسكرية وضمان دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها بما في ذلك قوات الدعم السريع. استأنف قطاع غزة تصدير حاصلاته الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم بعد إغلاقه قبل نحو 6 أسابيع خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا وقد عبرت الشاحنات المحملة بالخضروات المعبر في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية السماح بعبور مجموعة محدودة من الصادرات. يأتي هذا التطور في الوقت الذي خففت فيه إسرائيل بعض القيود المفروضة على القطاع. طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي من خلال حركة عدم الانحياز بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب والأراضي الفلسطينية مما وصفه بالجرائم الشرسة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها الاستعمارية. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات شمالية الضفة الغربية في محافظتي سلفيت وجنين وبلدتي طول كرم وسلوان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. إلى الملف السوري، حيث استهدفت التنظيمات الإرهابية بقذائف الهون الأحياء السكنية بريف حماة في سوريا. وقد ذكر التلفزيون السوري أن القصف استهدف بلدة جورين بريف حماة شمال الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات. يجيء ذلك بعد وقت قصير من قصف مشابه لجورين أسفر عن إصابة مدنيين اثنين مع وقوع أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة. تتواصل في الأردن جلسات محاكمة المتهمين الرئيسيين في قضية زعزعة أمن البلاد، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن ابن زيد. وكانت محكمة أمن الدولة قد عقدت أمس أولى جلساتها، وواجهت للمتهمين تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة. وفي حال إدانتهما يواجه المتهمان عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما وفق محامي.
فيما له صلة بالعراق، حيث أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحكومة العراقية في جهودها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يملكها ويقودها العراقيون مع الاحترام الكامل لسيادة البلاد. وقد أشار جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والشؤون الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في الانتخابات المقبلة في 10 أكتوبر المقبل، وأضاف أنه بناء على دعوة من السلطات العراقية قرر الاتحاد الأوروبي نشر بعثة مراقبة الانتخابات حسب ما أفادت الوكالة الوطنية العراقية. أدانت إيران موقف الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز المحافظ إبراهيم رئيسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها الداخلية. وفي شأن آخر أكد البيت الأبيض أن واشنطن ليس لديها أي علاقات دبلوماسية مع طهران، ولا توجد أي برامج مستقبلية لعقد لقاءات على مستوى الزعماء. وذكر البيت الأبيض أن هناك تطلعا أمريكيا إلى الكيفية التي ستسير بها الأمور مستقبلا بخصوص الملف النووي الإيراني، وأنه لا يوجد جدول زمني محدد للتوصل إلى اتفاقية ذلك، ردا على تصريحات الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، والذي أكد فيها عدم النية للاجتماع مع بايدن أو التفاوض على برنامج بلاده للصواريخ الباليستية. اجتمع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم برئيس كوريا الجنوبية مون جاي لمناقشة الخلاف مع الجارة الشمالية. يأتي ذلك بعد ساعات من اجتماع كيم والمبعوث النووي الكوري الجنوبي ومبعوث اليابان النووي أمس. وقد نقل المبعوث الأمريكي رغبة بلاده في الحصول على رد إيجابي من كوريا الشمالية بشأن اقتراح الاجتماع. هذا وقد استبعدت كوريا الشمالية احتمالات الاستئناف المبكر لمحادثات دبلوماسية مع الولايات المتحدة في عقاب بيان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأهمية استعداد كوريا الشمالية لما وصف بالمواجهة في الحوار. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. نرحب بكم من جديد في نشرة الثامنة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 40 شخصا نتيجة لحادث تصادم بين جرار وعربة قطار بمحطة الإسكندرية. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الإصابات تراوحت بين كدمات وكسور بأماكن متفرقة من الجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء هذا. وقد أكدت الهيئة العامة للسكك الحديدية عدم تأثر حركة سير القطارات في محطة الإسكندرية بسبب التصادم، مشيرة إلى إيقاف قائدي القطارين المتسببين في الحادث عن العمل وتحويلهما للنيابة العامة. نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع لمناقشة أهمية هذه المشروعات ودور الاستقرار الأمني في جذب الاستثمارات. هي ندوة مهمة بالطبع، وشارك فيها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الوزارات، كذلك من طلبة الجامعات والكليات العسكرية وكليات الشرطة وقيادات وزارة الداخلية. تحت عنوان دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، نظمت وزارة الداخلية ندوة لإلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها الدولة على كافة الأصعدة وأهمية الاستقرار الأمني في جذب الاستثمار. المحاور اللي تناولتها الندوة ان احنا نركز على انعكاسات المشروعات القومية على معدلات خفض ارتكاب الجريمة، وان احنا نبرز جهود وزارات الدولة المختلفة في مجال التنمية وبصفة خاصة في مشروعات النقل وشبكات الطرق ومحاربة العشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة. شارك في الندوة نخبة متميزة من الأساتذة والمختصين وممثلو عدد من الوزارات وبعض طلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية وكليات الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية. مفيش اقتصاد من غير أمن، مفيش حد النهاردة هينقل رؤوس أموال هتنتقل من مكان إلا البلد مستقرة أمنياً،
هتقدر انك انت تعمل مشاريع، هتقدر انك انت تعمل تنميه، هتقدر انك انت تعمل هتقدر تعمل مستشفيات، هتقدر تبني. بدون امن ما تقدرش تعمل اي حاجه. الانجازات اللي تمت على ارض الواقع على مدار السبع سنوات السابقه هي انجازات غير مسبوقه، وحبينا نستعرض ده في الندوه ونركز عليه، وان انا برجع ده لعاملين رئيسيين. العامل الاول هو الشعب المصري العظيم اللي نزل في 30 يونيو وانقذ هويه الوطن. العامل الثاني القياده الوطنيه الواعيه، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. على مدى جلستين دار الحوار والنقاش حول الانعكاسات الإيجابية للمشروعات القومية على المجتمع والتوسع في تنفيذها في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد والتي تحققت بفضل جهود أمنية متواصلة. فالأمن قاطرة التنمية ونقطة الانطلاق لغد أفضل. لا شك طبعا أن الأمن ليه دور كبير قوي في تحسن قطاع الكهرباء. احنا وجودنا النهارده كان سببه التعاون الكبير اللي كان بيننا وبين وزاره الداخليه، خاصه لجنه الرصد المرئي، عشان كاميرات المراقبه اللي احنا بنعملها في المدن بتاعتنا وخاصه مدن الجيل الرابع. الدور الثاني كمان هو الدور الانساني اللي بتلعبه وزاره الداخليه في اطار مسؤوليتها الاجتماعيه وفي اطار مبادراتها الاجتماعيه، من خلال توصيل حزمه المساعدات مثلا لكثير من اهالينا المستحقين في القرى والكفور والنجوع اللي بتستهدفها مبادرة حياة كريمة. وأثمرت المناقشات التي تناولتها الندوة عن أهمية التنمية في تحقيق التقدم والرخاء واستقرار الأوطان وترسيخ قيم الولاء والانتماء وخفض نسب البطالة والحد من الحوادث، مع الإشادة بجهود الدولة وخططها الطموحة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة وصولا للنهضة المنشودة. وتجسدت أبرز التوصيات فيما يلي: أولاً، مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لإنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة. وتأتي الندوة إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية المشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع والرغبة في أن يعرف الجميع حجم ما تحقق من إنجازات. فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، فالأمن لن يتحقق بدون استقرار اقتصادي، والتنمية الاقتصادية لن تزدهر بدون استقرار أمني. لذا كانت هذه الندوة دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع لتؤكد على هذا المحور الحيوي الهام. الأمن هو القاطرة التي تقود إلى تحقيق التنمية الشاملة، فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. فالأمن لن يتحقق دون استقرار اقتصادي، والتنمية الاقتصادية لن تزدهر دون استقرار أمني. لذا تأتي أهمية ندوة دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع لتؤكد على هذا الدور المحوري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تنظم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية تحت عنوان تطور دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، التي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها. تشمل الندوة على عدة محاور رئيسية، من بينها نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وتطور التشريع المؤسسي لمكافحة الفساد، وأيضا دور الحوكمة ومكافحة الفساد وأثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة، إضافة إلى مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية وأبرز نتائجها. تشهد الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع لفيف من الوزراء ورؤساء جهات إنفاذ القانون وممثلي المنظمات العربية ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية وممثلي الأوقاف والكنيسة المصرية. في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا من خلال التطعيم باللقاح المضاد له في أكثر من 400 مركز طبي بمختلف محافظات الجمهورية، ماذا حساني؟ وفي نفس الوقت تواصل التطعيمات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، باعتبار التطعيم هو خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا. تواصل المراكز الطبية عملها، والتي تصل لأكثر من 400 مركز طبي بمحافظات مصر كافة لتطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات وقائية ميسرة بين المواطنين خلال عملية التطعيم.
من يوم 24 مارس لحد النهاردة مستمرين في تطعيم الكورونا ضد الكورونا الساينوفارم والأسترازينيكا. ابتدينا ندي جرعات تانية للساينوفارم، جرعة الأسترازينيكا نبتديها الأول 7 إن شاء الله، جرعة تانية من الأسترازينيكا هتبتدي أول 7 إن شاء الله. بقينا دلوقتي عندنا خدمة كمان الإسعاف اللي هي بيجيلنا من الوزارة يوميا لسته بأسامي ناس كبار السن اللي عندهم مشاكل ما يقدرش ينزل ياخد التطعيم، بنروح لحد البيت، بتطلع فرقة الإسعاف بالتمريض بالتطعيم، بنديهم التطعيم ونديهم الكارت بتاعهم ونتابع الجرعة التانية معاهم كمان. كما تقوم المراكز الطبية بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر إقامة من خلال القوافل الطبية المتحركة والمجهزة بكوادر الطبية المؤهلة. احنا بناخد المسكات من الوحدة مركز من هنا ونطلع بيها، بيبقى معنا الأسامي من الوزارة للطعم للناس اللي مش قادرين اللي هم ينزلوا ويمشوا ويجوا ياخدوا الطعم، بيبقى معنا المسعف بالأسامي، بنتصل أول ما نقرب منهم نتصل بيهم بالتليفون، معهم سايبين رقم تليفون نتصل بيهم ونقول لهم اللي احنا جايين لهم للطعم بتاعهم. وانت عامهم بنبقى واخدين السرنجات بتاعتنا والماسكات والجوانتيات والجلوفزات وكل واحد الطعم بتاعه. لازم نعرف الاول التطعيم ده اسمه ايه بالظبط، ايه في الاضرار الجانبيه بتاعته ايه، لو موجود ليه طبعا اضرار جانبيه بالنسبه لكل شخص. في ناس مثلا بيعانوا من امراض مثلا وليكن حاجات مناعيه، في ناس مثلا بيعانوا امراض سرطانيه بياخدوا علاج هرموني، الناس دي كلها في تطعيمات ممنوعه منها، فاحنا بنعرفهم حاجه زي كده طبعا. الى جانب طبعا مع التطعيمات بنعرفهم ايه الفوائد بتاعته. المواطنون اثنوا على ما تقوم به الدوله المصريه من اجراءات ميسره لتوفير عمليه التطعيم لهم. المرض ده كان رعبنا، كان مرعب لينا وللشعب كله والعالم كله، ان الشيء دوت طبعا اي حد صغير كبير مسن بتاع تبص تلاقيه مات، فطبعا الشيء دوت والتطعيم ده حاجه كويسه لينا جدا. جت طعم بالجرعه الثانيه عشان طبعا الواحد حريص على جسمه. تيسير اجراءات التطعيم بلقاح فيروس كورونا للمواطنين من خلال جاهزيه المراكز الطبيه او القوافل المتنقله لتطعيم المواطنين بالمنازل يؤكد حرص الدوله المصريه على مواجهه المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أن تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب ستكون مجانا هذا العام وأن الحجز سيكون إلكترونيا. نتابع. في دورته 52 ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب نهاية الشهر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في ظل إجراءات احترازية مشددة، وتشهد الدورة الحالية إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك. السنة دي الحقيقة الدورة يعني استثنائية، بالفعل استثنائية في أكتر من مجال. أولا طبعا الميعاد وتغيير الميعاد، ولكن إصرار الدولة المصرية وإصرار وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بإقامة المعرض، والحمد لله المناسبة عظيمة، وهو هيكون يوم 30/6. الدخول مجانا. مبادرة ثقافتك كتابك الحقيقة مبادرة مبنية على أن أي سعر كتاب ما يزيدش سعره عن 20 جنيه. وتم استحداث منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض. منصة معمولة بشكل سلس جدا، وحتى جدول البيانات المطلوب فيه خانتين أو ثلاثة بس مش أكتر، في مجموعة إعلانات سواء على السوشيال ميديا أو على التلفزيون مخصوصة علشان توضح للجمهور إزاي يتعامل مع هذه المنصة. كل الأكاونتات أهم حاجة فيها هو رقم التليفون اللي بيشيله الزائر واللي هيبقى عليه صورة التذكرة والكيو آر كود إن شاء الله. وتشهد الدورة الحالية ترحيبا من كل اتجاهات، بينما يراها الناشرون حدثا استثنائيا وضرورة للناشرين، حيث يشارك في المعرض 1218 ناشرة. الناشرين تحملوا خسائر كثيرة وأصابهم الركود. يكفي ان انا اقول لك ان احنا كنا عاملين استبيان في اتحاد الناشرين العرب، كان نسبه انخفاض مبيعاتهم مقارنه 2020 ب 2019 بنسبه 75%، انخفض الانتاج بتاعهم بنسبه 50%. دي كلها كانت المعارض كانت التي الغيت بتشكل بالنسبه له 52%، دي كلها كانت خسائر وركود. فاي منفذ لاي معرض يقام بالنسبة للناشر كان مهم جدا. ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور في الأول من يوليو المقبل ولمدة 15 يوما، ويتم الحجز إلكترونيا.
بعد طول انتظار يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليرى النور من جديد في ظل دورة استثنائية تمثل تحديا كبيرا قبلته الدولة المصرية من أجل القارئ والمبدع والناشر والموزع، منظومة كبيرة تستوعب الصناعة والتجارة والثقافة، تؤكد أن القراءة حياة. من مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، محمود العزالي، التلفزيون المصري. والآن مع ضائفة من الأخبار الاقتصادية بعد قليل مع شيرين الوكيل. أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. أكد معيط أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا دون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو الجاري، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، موضحا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة لها مقابل الإقراض. أكدت الوزارة أنه لا صحة لهذه المعلومات، موضحة أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة. غلب الارتفاع على مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم وسط عمليات شراء من جانب المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب. قابلتها عمليات بيع من جانب المتعاملين الأفراد العرب والمؤسسات المحلية. قابلتها عمليات بيع من الأجانب. أغلق المؤشر الرئيسي EGX 30 مرتفعا بنحو 1.4% ليتخطى مستوى 10200 نقطة. كما صعد المؤشر EGX 100 EWI الأوسع نطاقا بنحو 2% في حين تراجع المؤشر EGX 70 EWI 0.5%. عقد وزير التموين علي المصلحي اجتماعا مع رؤساء شركات السكر البنجر وذلك لاستيعاب كميات محصول بنجر السكر الخاص بتعاقدات شركة القناة. أكد المصلحي على أن يتم التنسيق بين الشركات وشركة القناة لاستيعاب أكثر كميات ممكنة من البنجر حفاظا على المحصول وحتى لا يتعرض المزارعين للخسائر. كما سيتم التنسيق بشكل مباشر بين وزارة التموين وشركاتها التابعة مع شركة القناة لتسهيل عمليات اللوجستيات والنقل لضمان سهولة تدفق محصول البنجر حتى لا تتأثر الكفاءة الإنتاجية للمصانع. بحثت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنايمي الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في معرض أكسبو دبي 2020 المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.
أوضحت جامع أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارة وكافة أجهزة الحكومة، خاصة وزارة السياحة والآثار، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة في هذا المجال، وبصفة خاصة بعد تنظيم موكب المومياوات الملكية. ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم له ليحقق الأهداف المنشودة. أشارت أيضا إلى أنه سيتم تقديم مصر في المعرض كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة. من جانبه أشاد العناني بالمجهود الكبير المبذول في تصميم الجناح المصري بالمعرض بالداخل والخارج، الذي يبرز هوية مصر من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على أوجه الجناح. أخيرا نختتم هذه النشرة المفصلة بالأحوال الجوية والطقس مع شيرين الوكيل بعد قليل. معكم مجددا. يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية من القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، أما ليلا فالطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. شمال الصعيد معتدل جنوبا، والنشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 من متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وعن سيناء فالطقس معتدل شمالا، شديد الحرارة جنوبا نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، والبحر الأحمر وخليج السويس معتدل، ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 المتر، اتجاه رياح شمالية غربية. أما عن توقعات الأيام القادمة تشير ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. القاهرة وشرم الشيخ و القاهرة 36-22، الخميس شرم الشيخ الأربعاء 38-28، الخميس 38-28، الجمعة 38-28، الأقصر الأربعاء 41-25، الخميس 42-25، الجمعة 42-25 أيضا. أما عن درجات الحرارة المتوقعة فالقاهرة 36-22، الإسكندرية 30-20، دمياط 30-21، العريش 32-20، رفح 31-20، إسماعيلية 35-20، السويس 34-21، مطروح 29-21، وادي النطرون 33-21، المنصورة 34-21، طنطا 35-22، دمنهور 33-21، سانت كاترين 32-17، الغردقة 38-27، شرم الشيخ 38-28، الفيوم 36-22، المنيا 37-23، أسيوط 39-24، سوهاج 40-24، قنا 40-25، الأقصر 41-25، الوادي الجديد 42-26، أسوان 42-26، حلايب 34-28، شلاتين 35-26، أبو رماد 35-27، رأس حضربة 34-27. وبحالة الطقس ننهي معكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وإليكم أهم ما جاء فيها من عنوان. الرئيس السيسي وجه بتوفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة وبتحديث منظومة الخبز. عشية مؤتمر برلين الثاني، شكري يؤكد ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسحب جميع القوات الأجنبية. المجموعة الاقتصادية برئاسة مدبولي تبحث الخطة المقترحة للنهوض بالصناعة
وتنمية الصادرات. إذن تابعوا البث الحي للنشرات والبرامج والمزيد من الأخبار عبر الموقع الإلكتروني المسبير للإيجي. نشكركم. شكرا بثينة. شكرا لك حسيني. شكرا شيرين.